مساء الخير لكم مشاهدينا، وعوده طبعا مع النقيقه لهالاسبوع لنشوف شو النقه الجديده اللي رح يتحفونا فيها. مرحبا عم. هلا عم تصوروا؟ اي نعم. نعم تفضل. هلا عم تصوروا؟ يا خيي نعم استاذ، هلا عم نصور. عم بيصوروا. اهلا وسهلا فيك يا عمي. بعدين ليش كل ما عرفتي عنا بتقولي نقيقه؟ يعني اذا المواطن عم يطالب بشيء لإله كمواطن بحقوقه بتعتبرونا؟ لا والله نحن بالحق. وين هي الدولة؟ شو في يا استاذ؟ نعم. 10 اولاد عنده خيي. نعم مزبوط. مزبوط. نعم بس انه نحن ما نعرف منكم اليوم المشكلة. شو في يا دموزيل؟ نعم. عبر هالشاشة وخلص. يا خيي يا ستنا يا ستنا. يا استاذ بس خل وقد اعذر. ها يا ستنا استاذ خلينا. ايه نعم كل الامور ما عم تمشي مزبوط بهالبلد، كل الامور ما عم تمشي مزبوط. يا استاذ شو بدك بالكاميرا عم تنطحها؟ نحن عم تصوروا؟ لك نعم عم نصور. عم تصوروا شو بك؟ مثل عم تكهرب انت كمان. شوف يا دموزيل. نعم رح نعطيكم مجال بعد 10 اشارات، واذا ما مشيش الحال وقد اعذر وخلص. طيب اذا بتريد قبل ما مش مضطرين قبل ما تهددنا يا استاذ، اذا فينا نعرف بس شو المشكله؟ لك شو عندهم بانهارات؟ مين اني؟ دولة وين هي الدولة؟ 10 اولاد عنده خيي. نعم دولة وين؟ طيب شو يا عمي عم القصة وما فيها انه نعم. انا وخيي هلا الشغل واقف، شو بدنا نعمل؟ رحنا اضطرينا نعمل شغلة جديدة وهي انه ننشل. نعم عم نروح ننشل عالم مثل كل هالعالم غالبين شلو. ايش عم نعمل شيء غلط ها؟ طيب اوكي عم تحكوا انه عن النشل، بس شو خص الدولة؟ يوك يا عمي بترجع بتقلنا شو خص الدولة؟ تفضل يا خيي. لك بدنا هالدولة تخلي هالشعب يصير معه مصاري بجيبه. ليش؟ ويصير في عنده بحبوحة. ليه يا استاذ؟ لأنه كيف ما ضربنا ايدنا يطلع لنا مصاري. الناس ما معها مصاري، عم نمد ايدينا عم ننشل، ما عم يطلع حدا معه قرش. عم ننشل على الفوفيش؟ عم ننشل على البوش؟ بعدين عم ننشل على مشي؟ بعدين نحن متكلفين على النشل. شوف يا دموزيل، ما في واحد انشلناه بهاليومين الا بيطلع لنا يا معه دولارين يا ثلاثة بجيبته؟ ليش؟ وينية الدولة بتحبي ليش هالشعب بده يكون معه مصاري؟ مين مسؤول عن هالشعب؟ مين مسؤول انه يكون الشعب معه مصاري؟ ايش المطلوب منا نهاجر؟ طول بالك يا خيي مزبوط. إذا نحن رحنا انشلنا برا مين بينشل هون ها؟ الغريب؟ شو الغريب ينشل أحسن منا؟ لا يا خيي معكم حق بس انه شوف يا دموزيل. نعم جبنا موبيلات انا وخيي لننشل فيها بطريقه محترفه. نعم صرنا نروح ورا هالنسوان لقطن جزادين ونهرب فيهم. ما في شيء؟ ما في شيء؟ لك 10 محاولات 10 نشلات ما طلعناش حق على الموبيلات؟ 10 اولاد عندي 10 اولاد. لك ايش عم ندق مصري؟ عم نقينا على الطريق؟ ما طلعنا حق الموبيلات بعد. يا استاذ يا حبيبي تعا ما طلعنا حقها. ما عم نقول لك شو بتقولي له تعا؟ يا استاذ هلا بعد فيكي تلقطيه منه مثل الزيبق بده يروح ويجي. وقد اعذره وما تحكيها شو ولا كلمه. يا خيي طيب ما خلينا نصلح الامور، خلينا نصلح. خلي الدوله تعبي لهم الجيوب ولا نعرف ننشلهم. مش مضطرين نحن ندفع حق الموبيلاتات هالمبلغ هالقد لحتى نروح ننشل وما نلاقي شيء بجيوب الناس؟ حرام عليكم. اتحكيش اتحكيش بعمل اكبر مشكله معك يا خيي. طول بالك يا خيي خلص خلص. بعد عم بصور؟ نعم من تصوره؟